بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 44. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى قصة ابني آدم بعد أن ذكر قصة بني إسرائيل في الآيات التي قبلها لما أمرهم موسى عليه السلام بالجهاد في سبيل الله ثم تقاعسوا عنه فعاقبهم الله سبحانه وتعالى فأعقب ذلك بقصة ابني آدم ومضمون القصتين ما يفعله الحسد بأصحابه فإن بني إسرائيل حسدوا محمداً صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من الفضل والرسالة وخصه بذلك فحسدوه وكفروا به والذي حملهم على هذا الكفر هو الحسد كما أن الذي حمل ابن آدم على قتل أخيه هو الحسد أيضا ففي قوله تعالى واتل عليهم هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو علينا قصة ابني آدم والضمير في قوله عليهم لبني إسرائيل واتل عليهم أي على بني إسرائيل نبأ أي خبر ابني آدم قابيل وهابيل والظاهر أنهما ابناه لصلبه بالحق أي بالصدق فدل على أن القصص لا بد أن يكون ثابتا وإلا فلا يحدث به وقصتهما إذ قربا قربانا أي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بنوع من الصدقة أو من بذل المال تقربا إلى الله جل وعلا فتقبل من أحدهما نتيجة لإخلاصه لله ونيته الصالحة ولم يتقبل من الآخر لمانع يمنع القبول
عنده، فحينئذ ظهر الحسد من هذا الذي لم يقبل منه قربانه على أخيه الذي تقبل منه، قال لا أقتلنك، من باب الانتقام الناتج عن الحسد. فنصحه أخوه المتوعد فقال له إنما يتقبل الله من المتقين، أي اتق الله سبحانه وتعالى وأخلص النية يتقبل الله منك، وأنا لا جريمة لي في منع تقبل قربانك، وإنما السبب من قبلك أنت. هذا من باب النصيحة له، إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وهذا أيضا من ابن آدم الذي تقبل الله قربانه، يقول أنا لا تمتد يدي إليك بالقتل احتراما لك وحماية لحياتك، لأن القتل بغير حق حرام. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. هذا من باب التورع ومن باب تعظيم قتل النفس، فهو نصحه بذلك ليزيل ما في نفسه من الحقد، لأنه معتد في فعله عليه. إني أخاف الله رب العالمين الذي منعني من الدفع والدفاع عن نفسي، إنما هو خوف الله سبحانه وتعالى، لأن الله حرم قتل النفس بغير حق، وحرم قطع القرابة، قطع الرحم. إني أخاف الله رب العالمين، والذي يخاف الله لا يقدم على قتل النفوس بغير حق. لكن لم يرتدع هذا المجرم، لم يرتدع ولم يلتفت إلى هذه النصائح، فعزم على القتل وصمم عليه، طوعت له نفسه قتل أخيه، سهلت له قتل أخيه. والنفس كما قال الله جل وعلا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فطوعت له نفسه قتل أخيه. والتعبير بكلمة أخيه من باب العطف، فالأخوة في الدين والأخوة في النسب يقتضيان احترام النفوس واحترام الدماء. فقتله فأصبح من الخاسرين، والعياذ بالله، خاسرين لدينهم، الخسران العظيم الذي لا يعوض، لأن قتل النفس بغير حق فيه إثم عظيم وله عقوبة شديدة. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.